عناوين الأخبار: رئيس الوزراء الإثيوبي يشكر المساهمين في دعم مبادرة المائدة من أجل الوطن التي تهدف إلى تنمية 3 مشاريع سياحية. البرلمان الإثيوبي يوقع مذكرة تفاهم مع مجمع البحوث البرلماني للعمل معا في تحديث البرلمان وأنظمة أعماله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم أفورك يوهنس. قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أنه تم جمع 4.2 مليار بر لصالح مبادرة المائدة من أجل الوطن، وهي مبادرة طرحها رئيس الوزراء لتنمية 3 مواقع سياحية في أنحاء مختلفة من البلاد. وشكر رئيس الوزراء جميع الإثيوبيين داخل البلاد وخارجه على مساهمتهم في تحويل المبادرة إلى حقيقة واقعية. وأشار أبي أحمد رئيس الوزراء إلى أن الخطة كانت تهدف إلى جمع 3 مليارات بر، إلى أن الإثيوبيين استطاعوا المساهمة بأكثر من ذلك، حيث تم جمع 4.2 مليار بر لتطوير المواقع السياحية 3 وهي كويشا وينتي وغورغورا، مؤكدا على أن الحكومة ستنجز المشاريع في الوقت المحدد لها. وقع مجلس النواب الإثيوبي وشبكة البحوث البرلمانية على مذكرة تفاهم تمكن مجلس النواب من سن مشاريع قوانين تلبي احتياجات المجتمع. وأقيم حفل التوقيع في ختام مؤتمر بحثي سنوي برلماني استمر 2 يوم. وفي حديثه في حفل التوقيع قال رئيس مجلس النواب تاغاساج أفو إن مذكرة التفاهم ستلعب دورا محوريا في مساعدة البرلمان على فهم الجوانب الاجتماعية والقانونية والعلمية والاقتصادية للقضايا المختلفة والتعامل مع العديد من الموضوعات. وأضاف أن شبكة الأبحاث البرلمانية التي تم إنشاؤها العام الماضي من قبل 10 مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والمهنية تقدم أبحاثا ومعلومات مفيدة تدعم عمل البرلمان. قال وزير الدولة للعلوم والتعليم العالي البروفيسور أفيوركوس كاثاو إنه ينبغي تعزيز البحوث لتحقيق نظام برلماني حديث، وشدد على أن العمل مع البرلمان من خلال شبكة البحث البرلماني سيساعد المجلس على الوفاء بمسؤولياته الدستورية وخلق نظام برلماني قوي. وفي المؤتمر الذي استمر 2 يوم قدم باحثون شباب من جامعات مختلفة أبحاثا حول دور البرلمان في تطبيق الدستور وحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أعمال البرلمان. دعت نائبة عمدة مدينة أديس أبابا دانتش أبابي المؤسسات الدينية إلى ضرورة العمل بشكل وثيق على التنمية الاجتماعية إلى جانب نشر قيم السلام والوحدة والتسامح. وأدلت نائبة العمدة بهذا التصريح خلال برامج أقيم لتقديم الشكر لمن ساهموا في إنشاء مجلس الكنائس الإنجيلية الإثيوبية. وقالت نائبة عمدة المدينة أن مشاركة المؤسسات الدينية في إثيوبيا في صنع السلام والتنمية يساهم بشكل كبير في نجاح مسيرة التنمية في البلاد. ودعت المجلس إلى تعزيز القيم الأخلاقية والقيام بدوره في ضمان السلام الدائم في إثيوبيا. ومن جانبه قال رئيس مجلس الكنائس الإنجيلية الإثيوبي الدكتور إياسو إلياس إن الاعتراف خلق فرصة تعزيز العمل المشترك، وقد أقام مجلس الكنائس الإنجيلية الإثيوبية مراسم شكر لمن أيدوا في الحصول على الاعتراف القانوني للمجلس من قبل مجلس النواب الشعب. دعا الفنان والناشط الحقوقي تامان بيانا جميع الإثيوبيين إلى التضامن مع شعب إقليم تيغراي ومنطقة متكل بإقليم بني شانغول قومز،
وقد تم جمع أكثر من 1.6 مليون برين من الدعم المحلي، كما تم جمع أكثر من 170 ألف دولار نقديا من الإثيوبيين المقيمين في الخارج. تقوم عدد من المنظمات الخيرية ومنها متطوعو تيغراي والصحفيون والفنانون الإثيوبيين بحملة انطلقت منذ أيام لجمع التبرعات لمنطقة متكل وإقليم تيغراي تحت شعار الإنسانية والحب. وقال منسق الحملة الفنان والناشط في مجال حقوق الإنسان تامان بينا أنه من أهمية بمكان دعم المحتاجين وتقديم الواجب الإنساني دون النظر إلى إعراقهم، وأضاف أنه يجب على جميع الإثيوبيين مشاركة همومهم ومشاكلهم وإعطاء الأولوية للإنسانية. وقد تم توجيه دعوة المؤسسات الدينية بحيث قدم آباء الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية عن دعمهم ونقلوا رسالة إلى أتباع الديانة المسيحية. ومن المتوقع أن يقوم بالمثل رجال الأديان المسلمين والكاثوليكيين والبروتستانت وغيرهم من خلال الأيام المقبلة بنقل رسائل تضامن وحشد الدعم. دشن حزب المواطنة الأثيوبي من أجل العدالة الاجتماعية إيزيما حملته الانتخابية من خلال قاعدة مؤتمر لمناقشة السياسة، وأعلنوا في الوقت ذاته عن برامج السياسة للانتخابات العامة السادسة المقبلة. وخلال افتتاح المؤتمر قال رئيس الحزب المواطن الإثيوبي من أجل العدالة الاجتماعية يشوا ساسفا إن الحزب يقوم بالاستعدادات لخوض الانتخابات بنشاط في كافة المنافسات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان السلام والاستقرار في البلاد من أجل إنجاح الانتخابات. كما أعلن الحزب عن رمزه الانتخابي وهو صورة الميزان تعبيرا للعدالة، كما أعلن عن سياسات الحزب التي سيتم تنفيذها في حال انتخابه، وشدد على أن الانتخابات المقبلة سترسي حجر الأساس لتحقيق انتقال سياسي حضاري في البلاد. ومن جانبه قال رئيس الحزب برهان نجا إن الانتخابات العامة المقبلة هي تأتي نتيجة نضال لأجيال الذين استمروا لسنوات، كما شدد برهان على ضرورة مشاركة الشعب فيما أسماه أول انتخابات ديمقراطية على الإطلاق في إثيوبيا من خلال احترام قوانين وأنظمة الانتخابات في البلاد. خلال هذه المناسبة كشف الحزب عن تقديمه 448 مرشحا للانتخابات العامة القادمة. نظمت السفارة الإثيوبية في جنوب إفريقيا احتفالا بيوم انتصار عدوى 125 من خلال عقد ندوة تشاورية افتراضية. وفي كلمته الافتتاحية عبر الندوة عبر الإنترنت شكر سفير إثيوبيا لدى جنوب إفريقيا الدكتور شفراو تكلا مريم وكل من ساهم في إنجاح المنتدى. وتهدف الندوة إلى خلق حافز للإثيوبيين في جنوب إفريقيا لتعزيز وحدتهم وتمكينهم من القيام بدور فعال تجاه البلاد والحفاظ على وحدتهم، حسب ما قال السفير الدكتور شفراو هايلا مريم. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية رضوان حسين بهذه المناسبة أن إثيوبيا تسعى جاهدة لتحقيق السلام الدائم والنمو الاقتصادي المستدام وصياغة السياسة الاقتصادية المحلية وضمان التنمية الديمقراطية والازدهار. وقال أيضا أن البلاد تمر بتغيير شامل يركز على مبدأ المنفعة المتبادلة ليس فقط في إثيوبيا ولكن أيضا في المنطقة وأفريقيا ككل. وحضر حلقة النقاش كبار المسؤولين الحكوميين وعلماء بارزين وأعضاء من الجالية الإثيوبية في جنوب إفريقيا. أكد عدد من العلماء والباحثين أن الإثيوبيين غيروا عقلية الاستعمار في مشاركتهم في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، مشيرين إلى أن السد يعتبر رمزا مهما لإثيوبيا والأفارقة. وأوضح العلماء بأن الأفارقة يمكنهم النمو والتطور بأنفسهم عائدين إلى الأذهان فكرة الأوروبيين بالاستيلاء على الموارد الطبيعية والعمالة في إفريقيا، وبدأوا في تطبيق معاهدتهم الاستعمارية وعليه قامت إيطاليا بشن عدوانها على إثيوبيا.
ووفقا للدكتور ألم كفلي المؤرخ والباحث في القانون بجامعة كوتابي متروبوليتان، فإن أحد أسباب معركة عدوى الشهيرة بين إثيوبيا وإيطاليا هي الرغبة في الاستيلاء على نهر النيل والأحواض الإثيوبية الأخرى، وبدو أخضر بريطانيا وتنفيذ إيطاليا، إلى أن الإثيوبيين تصدوا لهذه المؤامرات في منطقة عدوى شمال البلاد لإنقاذ وحماية موارد بلادهم من النهب، إضافة إلى صون وتأمين حدود إثيوبيا وحماية سيادتها. وأشاد الباحثون بالاستراتيجية العسكرية الرائعة للقادة والجيش الإثيوبي الموحد، والتي أدت إلى هزيمة إيطاليا وكسر روح الاستعمار الأوروبي، كما أدى انتصار الإثيوبيين إلى ولادة حرية السود في جميع أنحاء العالم وتعزيز الحركة الأفريقية المناهضة للاستعمار. أعلن قادة الدول مجموعة السبعة الجمعة التزامهم بتعزيز التنسيق متعدد الأطراف الذي تدهور خلال عهد سلفه دونالد ترامب، على أن تكون البداية بتقاسيم اللقاحات مع الدول الفقيرة، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الغربية لتقديم 13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الحكومات الأفريقية في أسرع وقت ممكن. وجاء في بيان مشترك صدر يوم عن المجموعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة اليوم، مع زيادة التعهدات المالية بأكثر من 4 مليارات دولار. وتحدث بايدن إثر ذلك أمام قمة ميونيخ للأمن في أول مشاركة لرئيس أمريكي في الحدث السنوي الذي يجمع رؤساء دول دبلوماسيين ومختصين في الأمن. وصرح القادة في بيان مشترك أنهم يريدون أن يكون عام 2021 نقطة تحول لنهج التعديد. وأعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة ومساهمة في تلك الجهود لتصل إلى مليار يورو، كما تعهدت ألمانيا بتوفير 1.5 مليار يورو إضافيا لآلية كوفاكس. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. رئيس الوزراء الإثيوبي يشكر المساهمين في دعم مبادرة المائدة من أجل الوطن، والتي تهدف إلى تنمية 3 مشاريع سياحية. البرلمان الإثيوبي يوقع مذكرة تفاهم مع مجمع البحوث البرلماني للعمل معا في تحديث البرلمان وأنظمته وأعماله. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرة الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفوكي أهلا، وإلى اللقاء.